أما هلأ وصلنا لختام فقراتنا لليوم، وبمساحتنا الاجتماعية فرح كنا هيك تعودين احنا شوي نحن صغار، هلأ نحن لهلأ صغار يعني. الموضوع خلينا نقول مو اتكالي يا دلال، كنا نستنى حدا يقوم ليجيبنا كاسة المي. بالله انت مارق يعني، استنى كاسة اسمك لابس اسمك لابس، روح روح على السوق. الشخصية الاتكالية هي شخصية موجودة ضمن المجتمع وبكثرة، يعني اليوم في اسباب كثير لهذا الشخص، واكيد في نماذج بتمرق بالحياة وانواع كثيرة للاشخاص الاتكاليين. مثل ما قلتي رشا، اوقات ممكن يكون الاتكالي هو شخص مدلل، كيف تتطور معه الحكاية، كيف بصير شخص اتكالي. مثل ما قلنا كمان رشا، بعض الاشخاص بيكونوا نرجسيين او احيانا بيوصل لمراحل كثير عاليه وبصير موضوع اضطراب. يعني لهيك كرمال نحكي اكثر عن موضوع الاتكاليه ونعرف اكثر اذا الشخص اللي نحن عم نتعامل معه بالحياه هو عن جد اتكالي او عم يتدلل علينا. اكيد هدول المعلومات وغيرهم حتجاوبنا عليهم مريم الحاج عثمان، اختصاصيه تربويه في التنميه الذاتيه. يسعد لي صباحك مريم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفكم انتم؟ صباح الخير مره ثانيه، اهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن شخص اتكالي يمكن منتشرة هي الحالة بشكل كتير كبير، من الطفولة بتبلش يمكن للمراهقة وبتستمر. خلينا بالأول نعرف شو هو الشخص الاتكالي بالشكل العام، كيف فينا نميز بين المدلل مثل ما كانت رشا وبين الشخص الاتكالي. تمام، هلا خلينا نقول شو هي الاتكالية. الاتكالية هي اضطراب بالشخصية، خليني اقول من اسمها هي اعتماد على الاخر، يعني ما بيكون الاخر موجود انا بامان مطمئن كشخص، ما بحسن اقوم باي اشياء بسيطه على صعيد المهارات الحياتيه او الاعمال الحياتيه ولو كانت بسيطه، ما بقدر اخذ قرار. اذا كشخص اتكالي عفوا ما بحسن اخذ اي قرار حتى لو اشياء بسيطه، فما بالك اذا كان قرار كثير كبير مصيري جدا، فلازم يلجا للاخر، يستشير الاخر، مو استشاره طبيعيه متوازنه، ولكن ياخذ القرار عنه هو حيد شو يدفع ويدفع ويدفع لحتى ياخذ القرار عنه ويقول له شو يعمل. فهذا الشخص خليني اقول يعني سلبي، بخاف انه يعيش لحاله، بخاف من الفقدان، بخاف انه اكون لحالي وافقد الاخر، واذا فقد شخص هو متكل عليه فمباشره بروح بدور على شخص ثاني يتكل عليه. يعني اذا طالع مثلا من حياه علاقه عاطفيه او طلاق لا قدر الله، يا موضوع ممكن يكون بهذا السياق، فمباشره بلاقي شريك حياه ثاني قبل ما ياخذ بريك، لازم دغري مباشره لانه بحس بالامان لما بيكون متكل على الاخر، فهون بصير عنده علاقات فاشله متكرره. خليني اقول فالمتكل هو معتمد على الاخرين، عنده في شبه بينه وبين الاناني، في ممكن يكون، ممكن حسب نوع الاتكاليه عنده، لانه في اتكالي سلبي واتكالي عكسي او تقليدي. خليني اقول هلا، خليني اقول انه هو الاتكالي بطبيعته ما عنده ثقه بنفسه، بطبيعته عنده غير اكتمال بنفسه، لازم انا اكون مكتمل ضعف شخصيته، من ضعف جدا، عدم ثقه وضعف بالشخصيه كثير كبير. هلا ممكن يكون لاسباب كثيره مثل ما هلا كنا عم نحكي تحت الهواء مشان ننتقل بعد الصفات. هلا ممكن يكون حسب، اذا بدي اقول انا عن النوعين، في نوعين من الاتكاليه، في نوع تقليدي وفي نوع عكسي. التقليدي هو اللي خليني اقول السلبي، اللي انا ما بحسن اعيش بلاكي، اذا رحتي انا بتدمر، دائما بلاقي حالي من خلالك. تمام، عنده ضعف بالشخصيه كثير كبير، منقاد، ممكن لا قدر الله يشتم يسب باكبر الالفاظ، ما عنده مشكله، المهم لا تتركيني. بس مريم عم تحكي اليوم انت فقط بالجانب العاطفي، كانه هو اكثر ناحيه بتهم الشخص الاتكالي. تمام، هلا اذا بدي اقول كمان على انواع الاتكاليه، في نوع سلوكي ونوع نفسي. النوع السلوكي جيبي لي كاسه مي وانت مارقه، اسمك لابس اسمك لابس هلا قلتوها، بده مين يكتب له وظائفه، بده مين يدله على الطريق، بده مين يقول له شو يعمل، بده مين يختار له، بده حتى ثيابه، حتى الوان ثيابه، حتى تسريحه شعره، حتى ادق التفاصيل وابسط التفاصيل بالبيت ممكن انا او بالعمل، ممكن يعمل صداقات بالعمل كرمال يكسب حبهم، فبالتالي هن يقوموا بداله بالاعمال بالواجبات، زكاتك لو سمحت. عنده ابتزاز عاطفي كثير كبير، عنده ابتزاز عاطفي كثير كبير، يعني بيكسبك من طريقه العاطفه. خلينا نعرف منك مريم، نعم، الاسباب يلي بتودينا للشخصيه الاتكاليه. تمام، ان كانت التقليديه ان كانت العكسيه، كيف تتطور هي الناحيه؟ هلا اذا انا بدي اقول صفات، كنا عم نحكي على الشخصيه الاتكاليه بالسلوك والصفه والتصرفات اللي قلنا هلا عليها، والشخصيه الاتكاليه النفسيه، هي النفسيه بتقسم لقسمين، قسم اللي قلت عليه العادي وقسم العكسي. اللي قلتي عليه انت شو الصفات؟ الصفات العادي اللي قلتها
هذا انه انا ما بحسن اعيش بلاكي، انا بتدمر اذا رحتي، انا عدم الثقه، انا ضعيف، حتى لو شتمتيني او اهنتيني او اسأتي الي بشكل كثير كبير انا بغفر لك، ما في مشكله، المهم ما تتركيني. هذا نوع من انواع الاتكال، على فكره بيستنفذ طاقتك وقوتك ووقتك. مستفز جدا جدا بالحياه، يعني اذا في واحد بيقول لي ما اتركه بدي اتركه، بس اذا لقى بديل عنك بتركك بكل بساطه، اذا لقى بديل بتركك بكل بساطه. ونحن بنشوفها من الازواج، بديله اداء افضل ان كان مادي او عاطفي، اداء وظيفي افضل تمام. فهو بيترك المتكل عليه وبيروح للاخر، فهذا هذا السلبي. معناتها اختياراته ما انها عشوائيه تمام، بنروح للافضل. مصلحجي كثير خلص اختصري لنا القصه قولي لنا تمام. هلا الاتكالي العكسي بيجي عنده احتياج، يعني عنده احتياج نفس الاحتياج اللي عند الاتكالي التقليدي، ولكن ما بيرجيك انه هو ضعيف، هذاك بيرجيك انه هو ضعيف لحتى يستفزك او يبتز العاطفه عندك، هذاك ما بيرجيك انه هو ضعيف، ما بيستعطفك، ما بيخليني اقول بيتسول للحب، هذاك عنده ما في مشكله، بتسبيه بيتسول الحب ما عنده مشكله، ولكن نفس الاحتياج اثنين، انا محتاج الاخر وما بحسن اكتمل بدون الاخر. هذا العكسي هو ممكن يكون اللي قلتوا عليه اقرب للنرجسي، عنده متمحور حول ذاته، عنده طلباته بالاولويه، بدك تنفذي لي اياها، كسول كثير، اناني كثير، متمحور حول ذاته كثير، حتى ممكن ما يكترث لاطفاله اذا كان متزوج وعنده اطفال، ما يكترث لاطفاله، المهم هو شو شاعر، شو حاسس، مرتاح، الانا عنده كثير كبيره، كثير كبيره، فانت حتروحي تنفذي له ادق التفاصيل بخوف من انه يتركك ممكن. طب قديه هون المجتمع مريم هو يلي بيشجع او الوسط المحيط بيشجع هذا الشخص مثل ما بنقول لحتى يتمادى او ممكن يوقفوا عند الحد لحتى نحن نقول لازم يرجع للطريق الصح ويتصرف بعقلانيه اكثر من هيك؟ هلا اذا بدنا نقول الاتكالي على صعيد الصداقه او صعيد ابني ممكن يكون متكل، او اختي ممكن تكون متكله، او زوجي ممكن يكون متكل، انا ما بقدر اترك العيله، ولكن الصداقه فيني انا اعطيها، يعني اقطع الصداقه لانه هذا من العلاقات السامه والمؤذيه، بيستنفذ كل جهدك وطاقتك وحتى خليني اقول صحتك، على حتى حساب صحتك بيرفعوا الضغط دول الناس. فخليني اقول اذا انا عندي عيله ما بحسن انا ابتر هالعلاقه، فانا يعني مضطر اني انا اتعامل معه، فحتشوفي انه هذا الشخص عنده الصفات اللي قلتها، الانانيه، التمحور حول الذات، بس لازم انا اوقف وحط حد لهذا الموضوع مثل ما تفضلتي، والا حيتمادى اكثر. في اسباب بتخلي هذا الشخص اتكالي، ممكن من الطفوله، ماما مثلا دللته زياده او حمته زياده، او خليني اقول مو بس حمته زياده ودللته زياده، خليني اقول ممكن هذا الطفل مرق بمرض كثير كبير، فتعود على الدلال وتعود على الاعتياد على انت تعملي له كل وظائفه. هلا كنا بفتره الطفوله يعني بنساعد اطفالنا، بس مو لدرجه انه انت اليوم تمحي شخصيته. هلا في شغله كثير نحن بنقول للامهات وبننصحها، بنقول للامهات انه الشيء اللي بيقدر طفلك يعمله لا تعمليه بداله، لحتى ما تعلميه الاتكاليه، لحتى تعلميه الاستقلاليه وتعلميه انه يعتمد على ذاته، بس الفكره انه بيوصل الطفل بيكون عمره 14 15 سنه والام لسه عم تقوم بوظائفه، عم ترتب له تخته سريره، عم بتكوي له اواعيه، عم بتزبط له ثيابه، عم زر له قميصه، ممكن لهالدرجه عم توصل معه، فاكيد حيكون اتكالي. زائد ممكن يكون مثلا مارق بظرف انه الاب توفى او الام توفت، فهو خاف من الانفصال، فصار اتكالي على الشخص الاخر، لانه هو اتكالي التقليدي، انه كان بده مين يحميه، بده مين يرعاه، يمكن بشعور الحمايه والخوف تمام. لما بيكبر حيتزوج انسان، احط يتزوج انسان يحميها ويراعيها وتتكل عليه، ترمي كل حمله عليه، لانه هي عاشت او هو عاش خليني نقول الم الانفصال والحرمان، حتى ممكن يكون انه زعلان الام تركت البيت مثلا شهر وشهرين وثلاثه وبعدين رجعت، هذا الامر مؤلم لطفل، ممكن كمان يسبب له نوع من انواع الاتكاليه. زائد ممكن يكون جيني، يعني جده بيكون اتكالي او ابوه بيكون اتكالي، هذا شيء غريب، يعني الاتكاليه نحن ممكن بنعرف بعقلنا او بحسب النماذج اللي بنشوفها بحياتنا انه الاتكالي هو سلوك مكتسب، اما الجيني يمكن هذا شيء شوي كل شيء وراثي. على فكره اي شخصيه، اي سلوك، اي تصرف او اي تكوين شخصيه بتاخذ منذ الطفل، منذ الطفوله الصغر، من 15 ل 20% كجين، اما ال 80% وطلوع هي سلوك، هي البيئة. موجوده تماما، هي عنده تربه خصبه، فاذا وجد بالبيئه ماما عم تدلل مريض وانا اعطيته اكثر من اللازم، فممكن هذا الجين يتطور
وياخذ. طيب. قلتي مريم انه نحن لازم نغير او نوقفه عند حده، كيف يعني؟ تمام. هلا انا بتجيني كثير استشارات زوجيه انه انا زوجي متكل علي بشكل كثير كبير، مدلل الماما، حبيب الماما. هو ممكن يكون مثل ما قلت انه كاسه المي بتوصله لعنده، اذا ما الماما وصلت له اياها ممكن اخته توصل له اياها، المهم هو ما يشتغل، فصار عنده اتكاليه. فلما تزوج صار في عنده مشاكل زوجيه كثير كبيره. هلا بدايه العلاقه الزوجيه ممكن الزوجه اذا عندها شوي مشاكل نفسيه تنبسط انه هي اللي ماسكه قياده الامور كلها، بس مع مرور الوقت تتعب، مرهق، خاصه مع انه وجود الاطفال صار مرهق. وعلى فكره الاتكالي اذا كان زوج حيفقد الزوجه انوثتها، لانه هي حتكون الرجل والمراه بالبيت، وبتبلش بقى المشاكل. بتبلش المشاكل. طب اذا اثنين اتكاليين بالبيت شو بدنا نعمل؟ حيجوا الاطفال هن يكون عندهم. في هيك امثله؟ فعلا نحن عندنا هيك امثله بتمرق، اذا هن اثنين اتكاليين حتلاقي في فوضى عارمه بالبيت، في دائما مشاكل وخناق. هذا الشيء بينعكس كمان على الاطفال، حيكون هن حاملين المسؤوليه على فكره بكير ابكر من انه هو يحملها بعمر مبكر جدا. فالفكرة أنه أنا كيف بدي أتعامل مع هذا الشخص؟ أني أنا أول شيء أعرف أنه لازم وقف عند حده، مو بشكل حدي، بشكل حب. شو يعني وجهه بشكل بسيط؟ لأنه إذا كان خليني أقول اتكالي عكسي، فالحدية ما بتمشي معه، بالعكس لأنه متمحور حول ذاته، هو عنده الحب الذاتي كمرض، كنرجسية، فما رح يقبل أبدا تحاكي بحدية. تماما. وبالنهاية كمان عفوا مريم، نحن نبلش مع أطفالنا من الصغر، نعودهم يعتمدوا على حالهم، منعودهم أنه نحن الاتكالية ممنوعة عنا. خليني وجه له مهام صغيرة يقوم فيها وشجعه عليها. تمام. وإثني عليه لحتى يحس بإنجازه. أي عمر؟ شوية من الطفولة، يعني من عمر ثلاث سنين أعطيه مهام بسيطة لحتى هو ينجزها وبيحس باستقلاله. وعلى فكرة هي فترة حساسة، هو الطفل بيحب ينجزها، بيحب يلبس لحاله، بيحب يأكل لحاله، بيحب يروح لحاله. نحن شو بنعمل؟ بنقمعه لهي الفترة، فبيطلع إنسان اتكالي. نحن عندنا مثل بيصح لهم ماشي ليش ليزفر ايديه، نحن هيك بنقول. فهو هيك بصير، بيوصل لعمر 8 9 سنين بصير اتكالي على الماما تماما. ولكن اذا كان شخص كبير كزوج او كانسان كبير، فانا بعطيه مهام بسيطه وبدرج تدريج له المهام شوي شوي، بصير بعطيه مهمتين ثلاثه اربعه، وباخذ بطريقه انه السلسله بسيطه، انه انا تعبان اليوم فيك تعمل لي هذا الشيء. هو حيرفض اول شيء بس بعدين راح ينصاع. هون انا ببلش بكبر المهام شوي شوي لحتى خليه هو مو اتكالي، وما بخدمه، يعني ما بفرض بخدمه بالنسبه لهذا الشخص، ان كان صديق او اب او اخ او حتى زوج. دائما نتفق على نقطه انه كل المشاكل والاضطرابات النفسيه نرجع بنقول الاساس والاهل، التعود والتدريب. نعم. فاليوم نحن قادرين نتحكم بهي القصه باطفالنا بعمر كثير صغير. شكرا مريم اليوم لوجودك معنا. اهلا وسهلا. ولهيك الطله الحلوه ومعلوماتك الحلوه. حبيبتي اهلا وسهلا. شكرا لك مريم، وكل التوفيق. سعيد صباح.